ده انا لسه واصل. ايه ده؟ ايه ده؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه عايش، انما لسه ما ابتدوش. ايه قله الذوق دي؟ واضح ان حضرتك عمرك ما اتعاملت مع واحده ست. انا يا استاذ من ابسط قواعد الذوق انك لما تخبط في واحده ست تعتذر لها او تساعدها، ده اللي بيسموه الاتيكيت. واضح ان ما عندكش اي فكره عن الجنس الاخر. الجنس الاخر؟ حاج يا حاج، انت رحت فين؟ الراجل قالب عليك الدنيا. ولا مرسي، هو في ناس تانية عايشة معانا واحنا مش عارفين؟ ناس مين يا حاج؟ جنس الآخر. جنس آخر؟ إيه جنس آخر دي يا حاج؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا راجل مستنيك يا حاج. يلا. تكيت. كنت فين يا حاج؟ كنت فين؟ بدور عليك عشان اوريك البانر بتاعنا وتقول لي رايك ايه فيه. حلو. انما ما حطيتوش ليه في النص هنا؟ انا دافع قد كده. سلسله الندوات دي مش دافعين اكتر مني دول. يا حاج سلسله الندوات دي صاحبه المؤتمر. انا رفضت احط اي راعي تاني غير راعي الصياد بس. لا ما انا واخد بالي. شفت يا حاج؟ كل دي حريم مش لابسه طرحه. ده جزء قليل يا حاج، لسه اهاليهم وقرايبهم. انا قايل لكم يا جماعه الشغل هنا هيكون للركب. ما شاء الله. الساده الحضور. السادة الحضور. اقعد يا حاج، اقعد يا حاج، اقعد يا حاج. بيعملوا ايه هنا؟ تشرف المؤتمر في دورته الاولى. هنسمع هنسمع ونعرف كل حاجه. ان يستقبل الداعيه الشيخ المهدي في مناظره مفتوحه مع رواد الجمعيه للاستفسار والاجابه عن كل الاسئله التي تخص المراه في الوقت الراهن. والان نبدا اولى فقرات البرنامج بكلمة الأستاذة كاميليا السعيد سكرتيرة الجمعية. بتعمل ايه يا حاج؟ بحب الشغل. شغل يا حاج يا مثبت العقل في الدماغ. كام يا حاج؟ 130. بس يا حاج اسمع يا حاج اسمع يا حاج اسمع. زملائي أعضاء الجمعية، السيدات والسادة الحضور، برنامجنا اليوم ينطلق من محور الرئيسي وهو المرأة بين الأمس واليوم. الأمس الذي سلب منها حق المشاركة الفعالة في العمل المجتمعي، واليوم الذي يسلبها حق الرأي وأخذ القرار. فللأسف ونحن قد تجاوزنا عقدا من الألفية الثالثة، ما يزال كثيرون لا يرون فيها سوى كائن يفرغ من خلاله الرجل غرائزه المكتوبة في تجاهل متعمد لهويتها وطمس سافر لملامحها الإنسانية، ليسطر الواقع الراهن جريمة مكتملة الأركان ضد مخلوق كرمه الله في كل أديانه السماوية. والآن لنبدأ برنامجنا بمقطوعة موسيقية وشكراً. البنت دي بترغي فيه؟ ترغي؟ حلقة شعرها كده حلقة غريبة بس حلوة. نسمع يا حاج نسمع. نسمع يا حاج. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. فالحلال بين والحرام بين، ومن يحاول تأويل كتاب الله ويحاول أن يحرف كلامه هذا إثم عظيم. وللأسف هناك كثير من الناس يحرفون كلام الله عن موضعه لمصالح شخصية ولكي يكسبوا مكاسب وهمية للحياة الدنيا. هؤلاء الذين يسعون في الأرض لكي يستزيدوا مما فيها إنما هم يراؤون الناس، فتجد من يرتدي قناع التقوى
ويقول بلسانه ما ليس في قلبه. هؤلاء هم الذين يقال عنهم أصحاب الرأي الزائف والورع الزائف، والله أعلم. الراجل ده بيقول كلام موزون. الله يفتح عليك يا شيخنا. الله الله الله. فضيلتك ذكرت لفظ أصحاب الورع الزائف، فهل هذا الوصف؟ يا حاج لحظة لحظة يا حاج، ثانية واحدة، ده دوشة رهيبة هنا. ثواني ثواني. فهل هذا الوصف ينطبق على من يتخذ من الشريعة مخرجا لنزواته، خصوصا في مسألة تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات رخصة أعطاها الله للرجل، لكن بشروط وأسس محددة، وأهم هذه الأسس العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، صدق الله العظيم. وأصحاب الورع الزائف هم المنافقون الذين يقولون ما لا يفعلون، وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى بجهنم والعياذ بالله، حيث قال في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، صدق الله العظيم. سؤال آخر من إحدى عضوات الجمعية، نتمنى من فضيلتكم أنكم تردوا عليه. اتفضل. فضيلة الشيخ، هل يحق للزوجة أنها تخطر بطريقة رسمية عن زواج زوجها من زوجة أخرى؟ الحقيقة يا بنتي، بعد إذن فضيلتك، إن مجرد السؤال في المسألة دي يعتبر إهانة كبيرة جداً للمرأة. فإذا كان الشرع سمح للرجل إنه يتجوز أكتر من مرة، فمش معنى كده إنه يعتبرها لا شيء وإنه يلغي حقها في إنها تحدد مصيرها بالقبول أو بالرفض. يا البنت دي لسه بترغي؟ ترغي بس يا حاج. إيه دي لبسة نظارة؟ لا إله إلا الله. والآن مع كلمة السيد فواز الصياد، الراعي الرسمي للدورة الأولى للمؤتمر، فليتفضل إلى المنصة. قوم يا حاج، قول كلمتك. قوم. كلمة إيه؟ الله يخرب بيتك. إيه؟ أقول إيه وسط الجرمة ده؟ الورقة في جيبك يا حاج. يلا حاج قوم قول، يلا شرفنا وكبرنا كده. هتنيل أنت كمان. الورقة. سيد فواز تفضل. تفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. يشرفني ويشرف اسم الصياد أنه يكون مشارك في هذا المؤتمر اللي واضح أنه مهم، في حضور فضيلة الشيخ اللي كل ما بيتكلم بينور لنا سكة في طريقنا. الله يفتح عليك والله يا مولانا. الله يبارك فيك يا ابني، ربنا يكرمك ويديك الصحة طول العمر، ونتعلم منك والله. كتر ألف خيرك. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. وإيمانا مني بحقوق المرأة في الرعاية والستر، فقد قررت مجموعة شركات الصياد التبرع للجمعية بمبلغ 1,000,000 جنيه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بالإضافة إلى خصم 50% على كل منتجات الصياد لجميع أعضاء الجمعية، مش بس هم وقرايبهم كمان، ولمدة سنة كاملة. عاش الحاج فواز بيه. ما تفتكروهاش دعايه ولا حاجه، احنا بس بنوجب معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وشكرا. مرسي مرسي، هو الحاج فواز مؤمن بقضايا المراه قوي كده؟ الحاج فواز مش مؤمن غير بالمراه. بارك الله فيك يا اخي فواز. الله يكرمك الله يكرمك يا مولانا، الله يكرمك. كتر الف خيرك.
ربنا يجعلك قدوة للآخرين يقتدون بك بإذن الله. الحمد لله. أنت مثال الشاب المسلم المؤمن المجاهد. ربنا يخليك لنا يا مولانا، ربنا يخليك لنا ويطول لنا في عمرك كده إن شاء الله. الله يحفظك فضيلتك. بس يعني لو ممكن أباخد تليفونك لأني هحتاج لك كتير. يا سلام، بس كده؟ اتفضل، آدي الكارت بتاعي. أرميه لك خالص. وإن شاء الله أنا تحت أمرك وتحت النظر في أي استشارة أو مشورة، وربنا يجعلنا نهدي الآخرين إلى الطريق القويم السليم. السلام عليكم. آمين يا رب. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ميرسي قوي على التبرع يا مستر فواز. فواز، ما نسلمش على الجنس الآخر. السلام عليكم.